يقول السائل: هل يجوز السفر بالخادمة مع الأسرة بدون محرم؟ لا يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم، سواء كانت خادمة أو غير خادمة. لعموم الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وهذا عام للنساء عموما، خادمات وغيرهن. فإذا كان معها محرمها كزوجها أو أحد من إخوانها أو محارمها تحج، أما إذا لم يكن معها أحد فلا بد من المحرم لعموم الحديث. نعم.